تعتبر إدارة مواقع النزوح في ظل الأزمات أمراً معقداً. الضغوط والمسؤوليات كبيرة جداً، وغالباً ما يواجه العاملون في الاستجابة الإنسانية شح في الموارد وضغوط كثيرة في العمل. بغض النظر عن التحديات، يجب أن ينال الأشخاص النازحون احتراماً لحقوقهم واحتياجاتهم بطريقة تعزز من كرامتهم، سواء وجدوا ملجأً في بلادهم أو عبروا الحدود. تحدد المعايير الدنيا لإدارة المخيمات كيفية القيام بذلك بصورة واضحة. ستعمل إدارة الموقع مع السكان بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، وستنسق بشكل فعال مع جميع الجهات المشاركة في الاستجابة. تساعد المؤشرات الرئيسية مدراء المواقع على قياس جودة عملهم. تحتاج وكالات إدارة المواقع إلى وجود سياسات واستراتيجيات وخطط عمل مستندة على المبادئ الإنسانية ومبادئ الحماية، من أجل أن يقدم مدراء المواقع الخدمة للسكان بنجاح. من أجل الحصول على حياة كريمة، يجب أن يكون لسكان الموقع رأياً في القرارات التي تؤثر عليهم. يجب أن تدرك إدارة المخيم نقاط القوة وقدرات وتوقعات السكان، بالإضافة إلى احتياجاتهم. موقع المخيم والتخطيط والألية التي ينشأ فيها المخيم ويتغير ويتطور لهم أثر مهم في العيش الكريم والحماية لأولئك الذين يعيشون فيه والذين يعيشون حوله. يجب على وكالات إدارة المواقع والشركاء الإنسانيين والسلطات المحلية وسكان الموقع التنسيق ومشاركة المعلومات بطريقة تتسم بالكفاءة والمساءلة، والتي من شأنها تحقيق الأهداف المشتركة. مواقع النزوح هي إجراء مؤقت. أثناء إغلاق الموقع أو تسليمه إلى وكالة أخرى لإدارة المواقع أو للسلطة المحلية، يجب أن يستمر تقديم الخدمات لسكان الموقع طالما هي ضرورية. تستند المعايير الدنيا لإدارة المخيمات على معتقد أساسي، وهو احترام حقوق جميع الأفراد النازحين وتلبية احتياجاتهم بطريقة تعزز كرامتهم. لا ينحصر تطبيق المعايير الدنيا لإدارة المخيمات بالمخيمات فحسب. يمكن للأشخاص البحث عن ملجأ في نطاق واسع من خيارات الإقامة المؤقتة، والتي تتضمن المخيمات غير الرسمية المنشأة ذاتياً، مراكز عبور، مراكز جماعية، مراكز إخلاء في حالات الطوارئ، مراكز استقبال، بالإضافة إلى خيارات الإقامة المؤقتة خارج نطاق المخيمات مثل عائلات مضيفة أو منازل مستأجرة أو مدعومة. بغض النظر عن خيارات الإقامة، فإن وجود المعايير الدنيا لإدارة المخيمات هي لأجل المساعدة في تحقيق قدر أكبر من الإنجاز للنازحين في كل مكان.